بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أحبابي ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم إن شاء الله بإذن الله هذه الوصفة ديال داء السكري. اللي عنده المادة ديال السكر طالعة، اللي عنده مرض السكر بالخصوص، هذه التفاحة، هادو جوج بصيلات حمرين خضرين، بصل خضرية، هذه معي جوج معالق ديال الحلبة، قريعة دوال مس، ها هي. غادي نرقدو هاد الحلبة والتفاحات والتفاحة والبصلات والوالمس في هاد الزنيفة هادي، وغادي يبقاو حتى الغدا، ترقدهم في الليل ويبقاو حتى الغدا. غتبقى تاكلو من النهار كلو، الغد ليه غتبقى تاكلو من النهار كلو، غتاكل في الصباح وغتاكل في 12 وغتاكل في الليل، وفي الليل عاوتاني غادي يتجدد نفس المقدار، التفاحة جوج بصيلات ولا بصلة كبيرة وجوج معالق ديال الحلبة وقريعة دوال مس، وغادي نتعبرو السكر من بعد ومن قبل، وغادي نشوفو المقارنة سبحان الله العظيم كيفاش غادي يكون داكشي. غادي يهبط السكر بواحد الطريقة عجيبة غريبة، هتجي عند تجربة، أنا ما كنديش شي حاجة غير هكاك، هادشي اللي كنقول لكم عند تجربة. دائما ملي كان راجل مسكين الله يرحمه مريض، كنت كندير الدواء ديال السكر، هو باش كي ما كيعطش ما كيقويش البول ما حتى شي حاجه، هادو هما المواد اللي كندير، ما كانش كيدير الانسولين تماما، ما عمره ما دار الانسولين، كيشرب واحد الفانيده وشي مرات ما كيشربهاش وعنده السكر عادي والحمد لله. هانتوما دابا غادي نجربوا معايا هاد الوصفه هادي، ماشي غاليه، ماشي صعيبه، ماشي والو، غير هاد الزليفه كنحط فيها هاد المعلقه ولا جوج ديال جوج معالق ديال الحلبه، تفيفيحه وبصيله، وغادي تعقلوا على كلامي وغادي تفكروني ان شاء الله. هانتوما معايا انا غادي نرقدهم وغادي تشوفوني. دابا هانتوما كتشوفوا درت البصله هي الاولى، درت فوق ملعقه التفاحه، درت معلقه ديال الحلبه، ودابا غادي نخوي هاد الماس. انا حليتها باش يطلع منها الغاز، ما يبقاش فيها الغاز، عاد نكبها. هانتوما كتشوفوا دابا ها هي قرعة صغيرة ديال الوالمس، هاهي خويتها كلها، ما شاء الله 24 ساعة غدا الصباح، ماشي 24 ساعة، غدا الصباح إن شاء الله غادي تحل عينيك تفطر بيها، تشرب ليك مويها، تشرب داك جغيمة الما ديك نص كاس ديال الما وجوج معالق ديال هاد الشي هذا، وفي 12 كذلك تشرب منه شويه ديال الماء قبل ما تاكل، وتاخذ عاوتاني معلقه ولا جوج ديال هاد الحلبه وحب الحلبه والتفاح والبصله، معلقه مخلطه، وهانت غادي في الليل عاوتاني كذلك. في الليل كملتي هادو، دابا غتكملهم ان شاء الله، غتلي في الليل غديروا عاوتاني وحده اخرى، في الليل عاوتاني غادي نترقدوا نفس الشيء، جوج معالق ديال الحلبه، بصيله غليظه ولا جوج بصيلات قد هذوك اللي وريتكم، وتفيفيحه، ماشي شي حاجه كبيره ولا غاليه ولا، غيجيكم داكشي مزيان يوميا يوميا، ما غتبقاش تشرب الماء بزاف ولا غتشرب الماء بزاف. انا كنهضر مع البنت السيده والسيد، اختي ولا خويا ما غتبقوش تشربوا الماء بزاف، وما غاديش تبقاو تبولوا بزاف، فهمتي، بزاف ديال الاعراض غادي تحيد بجهد الله يا ربي، وسهل عليكم ربي وتشافوا بخطرق يا كريم. هذه وصفه ديال داء السكري، اللي عنده داك السكري الله يخليكم، اللي ما عنده حتى شي واحد من عائلته انشرها في سبيل الله، والاجر مشترك، والدال على الخير كفاعله. نطلب الله تبارك وتعالى الشفاء لجامع اخوان المسلمين والعرب في اي مكان، وجربوا هذه عفاكم، وردوا علي الخبر في التعليق، والسلام عليكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.